اقفل الباب. شكرا. برضو عايز اقول نقطة مهمة، انا لو كنت ملبس كوفو سلسلة فبرضو الكلب ده كان هيجي يدخل عليه، لان كوفو لو انتوا راجعتوا المقطع هتلاقوه كوفو لازق جنب رجلي، فعادي ان هو يبقى لازق جنب رجلي وانا ماسك سلسلة وبرضو الكلب يجي يدخل عليه الصدام اللي حصل ده. هنعدي برضو من وسط قطعان الكلاب. السلام عليكم اخوتي الكرام، احبائي، اخوكم محمود عاطف من قناة محمود وكوفو. حلقة النهاردة ان شاء الله تكون مميزة، خارجين نتمشى مع كوفو. خليني الاول اعتذر لكم ان احنا ما غيرناش مكان وما رحناش نخرج في مكان تاني ولسه في الهضبة الوسطى. ناس كتير منكم برضو سألتني ايه المنطقة اللي انتوا عايشين فيها. احنا ساكنين في الهضبة الوسطى المقطم، كارفور المعادي على الدائري اهو. كوفو تعال جنبي بسرعة، بس تعال هنا كيو بوي، اقعد خليك قاعد كيو بوي. مش هعرف اتكلم طبعا عشان الهوهوة زي ما انتم شايفين، بس احنا بس حتة كده استعراضية قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا. كيو بوي استنى تعالى. يلا كوكو. عايز سريعا اعرفكم النظام اللي انا عايش فيه انا وكوفو الفتره اللي فاتت دي. احنا كل يوم عندنا في المكتب حصص من الساعه 3 العصر لغايه الساعه 10، ده مواعيد الشغل بتاعه المكتب. فانا بصور لكم اثناء ما بكون في المكتب، وبعد كده ببدا منتج الحلقه بعد ما بخلص شغل. فعشان كده اوقات كنت برفع الساعه 3 الفجر او 2 الفجر، ده انا كده لسه مخلص شغل. لا بس عشان عملت الايدين بس. يلا فزي ما قلت لكم بخلص شغل متاخر، بلحق منتج الحلقه وارفعها، وبعد ما برفع الحلقه بيبدا بقى انا وكوبو بنبدا نشوف هنعمل ايه في يومنا. Good boy. فالنهارده هو يوم الجمعه، هو يوم الوحيد اللي اجازتي. انت بتعيش ها بتعيش، فبالتالي كان صعب ان انا يعني انا كنت مخطط ان يوم الجمعه هنزل وهروح اصور في منطقه تانية عشان هو يوم الاجازه، ولكن والله كلمني حد ربنا يبارك فيه وفي ولاده، ولاده بيحبوا كوفو جدا، فقلت له تنورني ولسه ماشيين دلوقتي، فمش هنلحق نروح اي مكان نصور فيه، الدنيا هتليل علينا. ايه يا كوكو؟ هسيب لكم صوره لابن الشخص وهو متصورها مع كوفو. كوفو اللي جنبك. استنى ما تبعدش عني جنبي. في برضو حد كتب لي تعليق بيقول لي ان انا بعامل كوفو كعبد او ان انا بطلب منه اوامر. حضرتك لو مالكش في تربيه الكلاب افهمها الاول وبعدين نتكلم. انت لما بتربي كلب بالظبط زي ما بتنشئ طفل، فما ينفعش يكون معاك ابنك او بنتك وما بيسمعوش كلامك ابدا، وقلالات الادب مع الناس الغريبه، واسمك كده سايبه بحريته وكده انت مش معايش عبد. لا، انت بتربي ابنك على التقييم الصح او على القوام الصح، بتنشئ ابنك على الادب على الاخلاق. فانا النهارده كوفو لما مربيه من اول يوم انا انشاته على انه يكون محترم، على انه يكون بيعرف يتعامل مع الناس وبيعرف يسمع الكلام كويس تحت اي ظروف محيطه. موتوسيكل معدي، كلاب بتهوهو، ناس بتحاول تشد وناس بتحاول تشد انتباهه يعني.
كل الحاجات دي دربته عليها وعلمته عليها عشان يبقى كلب محترم. فبالتالي لما انا اجي استغلها بقى وهو كبير واقول له خليك جنبي كوفو روح اعمل حمام يلا، وادي له اذن يتحرك وناديله تاني لو حسيت ان في خطر محتمل حوالينا او في حد جاي خايف من الكلاب فلازم اجيبه جنبي على طول، كل الحاجات دي مش عبوديه. فبعد اذنكم قبل ما تكتبوا اي تعليق فكروا فيه كويس. انا طبعا ما ردتش على الكتب كده، سبت الناس هي ردت عليه جزاهم الله خير. يعني انا بصراحه والله يعني مش عارف اقول لكم انا فخور بيكم قد ايه، وحاسس بقيمتنا وحاسس بقوتنا كعيله لحمايه حقوق الحيوان ده ولتعليمهم بطريقه مختلفه. يعني احنا دلوقتي احنا عندنا كذا رساله من ضمن المحتوى بتاعنا، احنا بنقدم محتوى ترفيهي ولكن في نفس الوقت هي رساله للتعامل الامثل او الحسن مع الكلاب، مش ان احنا بقى نتعامل معاهم عن طريق الخناقه، عن طريق بقى ان احنا نضربهم نلبسهم طوق كهربا. انا مش ضد الخناقه برضه عشان تبقوا فاهمين، انا ضد استعمالها الخاطئ. انا عن نفسي ما استعملهاش خالص، لا بالطريقه الكويسه ولا بالطريقه الوحشه، ولكن لو ليها استعمال كويس فهو ده اللي احنا عايزينه. مش عايزين العنف بتاعها، مش عايزين فكره التصحيح بالخناقه، تقعد تشد الكلب كل ما يغلط شده من رقبته كل ما يغلط، هو دي العبوديه، ان انت ملبس سلسله عمال تعمل له كده كل ما يغلط، تخنق رقبته كل ما يغلط، توجع زوره. روحوا المستشفى اتفرجوا على كم الكلاب اللي في المستشفى اللي عندها مشاكل في الحنجره او في الزور من استعمال الخناقه. يلا فوق بس يلا الخلاصة يعني ان كوفو ده ابني ربنا يبارك لي فيه، يعني تعال اطلع تاني كوفو اطلع كوفو. في ناس برضو بتكتب تعليقات الشوارع مش نظيفة وبيتكلموا عن مصر كلها ان هي كده، فعايز اقول لكم لا، احنا هنا في الهضبة الوسطى منطقة مش وحشة ولكن لسه قيد الانشاء. تعال، هو تقريبا انا قلت له وقف بس من غير ما اخد بالي يعني، او عملت اشارة معينة ليه يوقف. كوكو اطلع فوق بس فاكتبولي في التعليقات تحت تحبوا تشوفونا فين، اكتبوا لنا برضو افكار للحاجات اللي انتوا حابين ان احنا نقدمها لكم. الاوامر التعليميه ان شاء الله كلها هنعرضها قريب باذن الله. يعني خلاص احنا هانت ونخلص المحتوى التعليمي ان شاء الله. بشكركم على حبكم لكوفو وليا بجد والله، بشكركم من كل قلبي، بتبان في التعليقات فمن كل قلبي شكرا لكم. استنى يلا كوكو تعالى نطلع فوق، هنا فوق ايوه يلا. ازيك هنلا ايه؟ ماشي يلا روح ماشي يا مال. كوفو تعالى فوق هنا تعالى هنا لف اطلع سلم مدي قربي ايدك كده ايوه كده سلم قرب له ايدك هات ايدك سلم كوفو سلم خلي ايدك ما ترجعش كوفو سلم كوب بوي شوف يلا باي مع السلامة حبيبي ماشي الله يخليك الله يحفظك يلا كوكو حبيبي الله يخليك كوفو حبيبي اهلا بيك الله يحفظك الله يخليك اتفضل خليك فوق يلا امشي كيوب بوي فوق امشي كيوب بوي فوق عشان كوفو مش متعود ان انا بمشي وراه وهو قدامي او ماشيين في تراك كده اطلع فوق يلا بسرعه كوفو فوق اطلع يلا اجري بسرعه كيوب بوي فوق امشي فوق يلا امشي
يلا جود بوي، يلا نط جود بوي. بدأنا خلاص، بدأ يفهمها معايا. تعال خلصنا. ها كوكو، كفو، مين اللي جاي هناك ده؟ ها شايف حد؟ خلاص مفيش حد. تعال تعال فوق فوق. اهلا اهلا، ايه القعدة اللي انت قاعدها دي يا كوكو؟ يو بوي، تنسوش تكتبوا لنا اقتراحاتكم، الافكار اللي انتوا حابين ان احنا نقدمها، لو عندكم تعليق حابين نعمله، حابين توضحوا لنا حاجة، عندكم انتقاد لحاجة معينة، ان شاء الله اكون كلي اذان صاغية، وباذن الله بنقرا كل التعليقات حتى اللي ما بردش عليها. وكتبت ده في تعليق سابق، انا ليه ما بردش على الناس؟ ان انا النهاردة لو رديت على تعليق فانا مطالب مني ارد على كل التعليقات عشان ما حدش يزعل. وفي نفس الوقت فرضا رديت على كل التعليقات، كمان شهر هتيجي تعليقات جديدة، يعني الحلقة بيفضل يجي عليها تعليقات جديدة، فاللي بيكتب تعليق جديد بيلاقيني ردد على اللي فات، فهو متأكد ان انا هرد عليه برضو. فهنا بضطر بقى ان انا راجع كل الحلقات اللي فاتت بالحلقات اللي برفعها عشان افضل مواكب على رد على التعليقات، والموضوع هياخد مني ساعات كل يوم، فصعب جدا. فانا يدوب بقرا التعليقات، ولو لقيت رسالة محتاجة الرد ضروري يا برد عليها في تعليق يا اما برد عليه في الخاص وببعت له رسالة. يلا بينا. هنعدي برضو من وسط قطعان الكلاب. يلا كوكو خليك جنبي، يلا يلا كوكو، استنى استنى، خد تعال يلا، استنى يلا يلا كوكو، يلا يلا يلا. لا كيب بوي، الكلب قلبه حلو بوي. الكلب اللي جه من وسط الكلاب وهاجم كوفو، اعتقد والله اعلم ان الكلب ده يعني مش فكرة جريء بس فكرة ان هو نايم وصحي لقى كلب عنده، اعتقد ان هو ما كانش شايف السيناريو بيحصل، يعني مش واخد باله ان في بشر وفي كلب غريب، هو شاف كلب غريب وعينيه قفلت ما خدش باله ان في بشر واقفين جنب الكلب، فهو جه على طول دخل على كوفو. خدتوا بالكم من اللقطة؟ يعني ده تحليلي ليها. فليه انا ما سبتش كوفو؟ ليه فضلت ماسك كوفو؟ عشان لو انا سبت كوفو فكوفو كان هيقلبه وهيفضل بقى ماسكه ماسكه صح، فمش هنعرف نفكه ونفضل نحوش الكلاب التانيه اللي هتحاول تخش تلحق فرد القطيع بتاعها. فانا فضلت ماسك كوفو عشان الليفل ما يعلاش او المشكله ما تكبرش. الحمد لله الموقف بسيط، كوفو ما تعورش، ما حصلوش اي حاجه، واعتقد الكلب التاني ما تعورش، هما يا دوب صدام بس كده في وش بعض وخلصت. كوفو تعالى. برده عايز اقول نقطه مهمه، انا لو كنت ملبس كوفو سلسله فبرضه الكلب ده كان هيجي يدخل عليه، لان كوفو لو انتوا رجعتوا المقطع هتلاقوه كوفو لازق جنب رجلي، فعادي ان هو يبقى لازق جنب رجلي وانا ماسك سلسله وبرضه الكلب يجي يدخل عليه الصدام اللي حصل ده. يعني دي بقى مش فكره ان الكلب سايب او مش سايب، دي فكره ان الكلب جنبي والتاني جه دخل عليه وهو جنبي. كوفو يعني حتى لو احنا بنهددهم او بنطردهم ف ده ما يخليش الكلب يعمل الحركه دي. احنا طول عمرنا من كوفو من هو عنده شهرين لحد النهارده واحنا بنعدي على الشارع اللي بره ده في طريقنا للشارع الرئيسي، وبخلي كوفو يقوم بان هو يطرد الكلاب زي ما انتوا شفتوا بنفس الطريقه، ولكن دي اول مره تحصل ان احنا نبقى بنطرد الكلاب فكلب منهم يجي يهاجم. فهو التحليل الوحيد المنطقي ان هو لما شاف كلب غريب والكلاب بتهوهو وكان نايم قلق على الموضوع، بص شاف الكلب دخل عليه على طول من غير ما يحسب او يشوف ان في ناس موجوده. الكلاب لما بتيجي تتخانق دماغها بتقفل، واول ما بتبدا خلاص كده شكرا ما بيفرقش معاه حاجه، يعني الكلب ده استوعب في الاخر ان احنا بشر وبنحوشه،
فقال ايه ده، ايه اللي جابهم واستخنقتي؟ فكده انسحب على طول. جيت بويا كوفو، الحمد لله كوفو ما اتعورش، بس برضه هديله تطعيم، هنطعمه سعار بكره ان شاء الله تامينا. بيانات سريعة عن كوفو عشان الناس كل مرة بتسألني. كوفو كلب روت على بوكسر، عنده 7 سنين، مواليد 2013. عاش حياته كلها من غير سلسلة أو خناق، راح معايا كل الأماكن. بس اتفضل يا باشا. وعليكم السلام. موجود بس أنا للأسف ما ببيعش، يعني أنا موقف تجارة. بس لو انت جبت حاجه انا اساعدك في تعليمها ان شاء الله. بس انت ما بتبيعش؟ لا، بيع وشراء. لا طب مفيش حد. طب مش ملعبي للاسف حبيبي. شكرا، ولا يهمك. يلا، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. كان معاكم محمود عاطف وكوفو. ما تنسوش اشتراك، لايك، تفعيل زر الجرس للناس اللي كملت الحلقه للاخر. بقول لكم شكرا من قلبي. يلا كوكو. اقفل الباب، اقفل الباب. شكرا.